السلام عليكم يا شباب. النهاردة إن شاء الله نشرح آخر طريقة من طرق الـ Non-Conventional Water Resources أو الطرق الغير تقليدية لمصادر المياه، زي ما احنا على مدار الكورس شوفنا بعض الطرق اللي خدناها ودرسناها وشوفنا إزاي تصميمها. زي مثلا أول ما ابتدينا بالـ Flood Harvesting، الطرق المختلفة في الفلاد هارفستنج، وبعد كده رحنا لاستخدام المياه الصرف الزراعي في الري، وشفنا الطرق والأنواع المختلفة وطريقة الحساب. وبعد كده رحنا لآخر حاجة خدناها، كانت الويست ووتر ريوز أو استخدام مياه الصرف الصحي. النهاردة آخر محاضرة وهنبتدي دلوقتي فيها، وهناخد بقى الرين ووتر هارفستنج اللي هو برضو تجميع مياه الأمطار لاستغلالها. دي بعض الأشكال اللي هتشوفوها على النت لما تيجي تكتب رين ووتر هارفستنج. فطبعا هو حاجة مش جديدة على البشر، يعني إن أنت تجمع مياه أمطار وتعيد استغلالها وتعيد استخدامها في حياتك، سواء بقى شرب سواء زراعة. فدي حاجة قديمة، يعني زي ما انتوا شايفين الولد ده هو ماسك جردل وبيلم شوية مياه وهيستخدمهم. اللي عجبتني قوي بقى اللي هي الرسمة اللي فوق ديت، اللي هتلاقيه هو كاتب لك ايه. لو انا عندي شوية مطر وايز، دي يعني انت حكيم حكيم لو انت مسكت الشمسية وحميت نفسك من المطر. وايزر يعني انت اكثر حكمة، انك انت تكلك تقلب الشمسية زي ما انتم شايفين كده، تقلب الشمسية علشان تجمع المطر ده وايه وتستخدمه. هو ده الفكرة اللي احنا عايزين ايه نبني المحاضرة عليها، ان انا ازاي اجمع بقى شوية المطر دي. زي ما انتم تحت شايفين في بعض الدول الاوروبية بيزرعوا شجر على الطرق، يعني فبيروح يستغل المية اللي هتبقى ماشية في الطريق ويفتح للشجر فتحات المية وهي ماشية على الطريق، يبتدي يجمعها في أحواض الزرع بتاعته أو أحواض الشجر، ويستفاد من المية اللي كانت إيه هتروح، يعني هتروح مثلا لشبكة الصرف أو حاجة. الناحية التانية برضو الناس دي عاملة زي جردل كبير، يعني بيجمع المية وهينقيها وبعد كده يعيد إيه استخدامها. طبعا الرين ووتر هارفستنج تكنولوجي دوت هو عبارة انك انت بتعمل كوليكشن، بتجمع المية وتخزنها لاستخدامها، اي بقى استخدام انت يخطر على بالك لاستخدام ايه المية. فيها بعض الانواع زي الروف توبس اللي هو بنستخدمه من اسطح المنازل، او اللاند سيرفيس على المسطحات الارضية يعني، او الروك كاتشمنت، ودي بتبقى الوديان عادة يعني، أو المسطحات الكبيرة شوية بس الأرضية بتاعتها أو البيد بتاعها أو البيد يعني بتاعها بيبقى من الروك، فبتحتفظ بيه المية. طبعا ده نظام قديم، يعني يمكن الفراعنة برضو أول ما كان عملوا الكلام دوت فبيقول لك ده براكتس يعني، أو عمليات يعني حصلة من فوق 4000 سنة. وطبعا ده بيبقى الناس اللي بتهتم بيه أكتر اللي بيبقى عندها كميات مطر كويسة، بس في بعض الأوقات بيبقى ما عندهاش مية أو عندهاش أي سورس قريبة من شبكات المية المعتادة، أو حتى لو في آبار أو كده، فبيقول لك خلاص طالما أنا عندي وقت فيه الدنيا بتمطر وعندي ما عنديش سورس دائم يعني المية، فأعيد أجمع المية دي وأعيد استخدامها. طيب إيه الأدفانتج أو المميزات يعني بتاعت القصة دي؟ طبعا أول حاجة إن الووتر إز فري، المية دي ببلاش، دي مية مطر يعني ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليه لما بيمطر، فبجمع المية دي وأستخدمها. عادة طبعا ما بتبقى الـ end use located close to the source، يعني أنت مكان ما هتجمع المية مكان هتستخدمها، يعني إذا أنت مش محتاج إنك أنت تنقل المية لمنطقة بعيدة أو حاجة باستخدام بمبات أو مواسير وبتاع، لا ده أنت ده أنا هجمع المية هنا وهستخدمها برضو هنا يعني في نفس المكان. بتستخدم طبعا في المناطق اللي ما بيبقاش فيها كمان يعني غير بقى شبكة المياه الحكومية يعني أو كده، ما بيبقاش عندك عادة جراوند ووتر، الكواليتي بتاعت الجراوند ووتر بتبقى acceptable، فده برضو بيبقى حاجة كويسة إن أنت تجمع المطر وتستخدمه.
تجميع المطر واستخدامه بيبقى افضل حاجة للإيريجيشن للري. يعني هتجمع مية، مش محتاج حتى بقى انك انت تنقيها وتعمل سكيننج او اي حاجة، يعني فلترة او اي حاجة، لا ده انت هتاخدها وتروي بيها على طول، فما فيش فيها مشكلة، وطبعا بيبقى افضل حاجة يعني. طيب طبعا بتريديوس الفلوت والستور موتر درين، يعني انا بقلل كميات المية اللي هتروح لشبكة الصرف، فطبعا اكيد بقلل احجام بقى محطة الصرف، او الناس يعني اللي هتجمع صرف ده مش عارفين يعملوا فيها ايه، فطبعا هتقلل او تعمل ديلي للاكسبانشن او لتكبير الايه الووتر تريتمنت بلانتس، كمان انك انت المايه دي اما تستفاد منها فانت يعني مش بمعنى ادق يعني مش هترهق الحكومه انك انت عايز مايه، فيضطر ان هم يكبروا لك محطات تنقيه المايه، والبيك يبتدوا يحسبوه فيعلي مثلا الطرمبات او كده، فكل الكلام ده انت بتقلل انك انت هتعتمد على نفسك وتجمع انت ميتك وتستخدمها. اخر حاجه طبعا reduce الكونسيومرز يوتيليتي بيل، يعني بتقلل الفلوس اللي بتدفعها الحكومه نظير توفيرها للميه ليك. يعني انا خلاص انا لو انا بقدر عندي سيستم صغير في شقتي، يعني طبعا ما فيش كلام ده، بس لو انا عندي سيستم صغير في شقتي بقدر اجمع فيه شويه ميه، فاكيد فاتوره الميه اللي هدفعها للحكومه هتقل. فدي البينفيتس او الادفانتج المختلفه. ايه الثلاث انواع المعروفين؟ اول حاجه اللي هو الروف كاتشمنتس، اللي انا بجمع الميه من على اسطح البيوت يعني اسطح المنازل، وهو ده اللي هنهتم بيه يعني في المحاضره ونشوف التصميم بتاعه. بعد كده عندي حاجه اسمها جراوند كاتشمنتس، ودي طبعا بتبقى مان ميد، يعني البني ادم هو اللي بيعملها، بيجمع بيعمل بيظبط منطقة أو أرض يعني بحيث إن هو يجمع عليها المية مية المطر ويعيد استخدامها. أو الروك كاتشمنت زي ما قلنا، ده بتبقى حاجة بقى ناتشورال ومسطحات كبيرة، بس بيبقى البيد بتاع الأرض بتاعتي impervious أو غير مسمية يعني، فبيساعد إن هو يقدر المية تفضل فيها ويقدر يجمعها. ده الشكل البسيط بتاع الدوميستيك بتاع اللي هو الروف توب. زي ما انتم شايفين انا عندي بيت بسيط عليه السطح دوت، ده اللي هو الكوليكشن اريا بتاعتي، تنزل المية عليه بجمعها بقى بالمواسير ديت اللي بنسميها الجاتر، وبعد كده بتنزل في الداون بايب اللي هي المواسير اللي تحت دي، وبعد كده باخدها على تانك الستورج تانك واجمعها، وبعد كده ببقى من الاوت للدوت باخد المية واعيد استخدامها في الوقت اللي انا عايزه. طيب الجراوند كاتشمنت زي ما احنا قلنا هي دي حاجة مان ميد، يعني البني ادم هو اللي بيعملها، فزي ما انت شايف عندي بيوت كده صغيرة راحوا جايبين أرض جنبهم كده، وعادة يعني ما بيعملوها زي ما انتم شايفين سيمنتد يعني اورتريتد ايرث كاتشمنت، يعني بيفرشها زي طبقة خرسانة خفيفة عشان تبقى غير منفذة يعني للمية، ويعمل فيها سلوب بسيط بحيث ان هو يوديها للماسورة اللي تحت يعني اللي هيخزنها في التانك بتاعه، اكنك انت بالظبط عندك ايه، عندك حوض، سوري عندك بانيو يعني، ففتحت عليها شوية مية وهي المية متوجهة البلاعة اللي بعد كده هتنزل تخزنها تانك. وده الجراوند كاتشمنت، ده لو على حيز صغير. ساعات الأحيزة بتكبر شوية وممكن يبقى عندك قطعة أرض كبيرة زي ما انتم شايفين، يبتدوا يعملوا ميول عرضية يعني ميل كده وميل الناحية التانية، ويجمع في الديتشز ديت في الآخر يروح مجمعها في تانك كبير زي ما انتم شايفين. ده الكروس سيكشن بقى اللي تحت، دي الديتشز الصغيرة ودي الميول الايه العرضية اليمين والشمال، ويجمع المايه دي ليعيد استخدامها. ودي طبعا ما زلنا جراوند كاتشمنت، يبقى ده مان ميد، يعني البني ادم هو اللي بيتدخل ويشكل الارض بهذه الطريقة. الروك كاتشمنت بقى دوت بيبقى طريقة بقى زي ما احنا قلنا وديان او حاجة، وبتبقى مسطحات كبيرة في وديان فبيجمع المايه ويعيد استخدامها. طيب فلو احنا شفنا عندنا الروف كاتشمنت وعندنا الروك كاتشمنت وعندنا جراوند كاتشمنت، استخداماتهم قد ايه؟ عادة قال لك الروف عشان بتبقى مية نقية جدا فبيستخدمها في الدوميستيك كونسومشن، يعني ممكن شرب طهي بتاع الروك برضو بيستخدمها في الدوميستيك، وممكن يستخدمها في اللايف ستوك اللي هي مثلا الحظائر او كده،
او في السمول سكيل اريجيشن، وساعات دوميستيك سبلاي بس بتبقى ايه بنسب اقل. الجراوند اللي هي المان ميد يعني الانسان هو اللي بيعملها، يعني المسطحات الارضيه اللي بيعملها دي عاده ما بتروح للخيار الثاني اللي هو اللايف ستوك والاريجيشن والدوميستيك، بس بتبقى قليله شويه. طيب الباترن بقى بتاع اليوسج، يعني انا دلوقتي انا عايز اعمل القصه دي، فبيقول لك والله انت قصادك بيبقى عاده حاجه من اتنين، يا الا انت في منطقه فيها اناف ووتر ديورنج ستورم، يعني عندك كميات ميه جيده يعني من الستورم، فانت بيقول لك والله انت بتوفر تريب اور تو تريبس للمين ووتر سورس. هنا مثلا بيتكلم لو ايه انا عندي مصدر الميه ثابت، انا مثلا عندي شويه بيوت ولا حاجه، الكلام ده تلاقوه شويه اكتر في المناطق الصحراويه، يعني يقول لك انا عندك مصدر ميه في وسط البلد مثلا، بيبقى عباره عن ايه اللي بيسموه، يعني لو ناس سمعت الكلام ده اسمه غراب، ماسوره ميه كده، دي ميه الحكومه، هي ما فيش موجوده غير في النقطه دي، فبتروح انت بقى بالايه بالجرادل بتاعتك او حاجه بتروح تاخد الميه من السورس ده. فبيقول لك والله لو انت عندك يعني كميات ميه ممكن تعمل لها كوليكشن، فانت بتوفر رحله او اتنين للسورس بتاع الميه دوت، وعاده ما بتبقى تحتاج سمول ستورج كاباسيتي، انك انت ايه يعني من الاخر يعني مش معتمد عليها اعتماد كلي يعني. طيب الحالة التانية لو انت بقى في اريد اريا، يعني منطقة صحراوية بقى، انت قاعد ايه لوحدك كده ما لكش حد وما فيش اي وسيلة يعني من مصادر المياه الحكومية، فانت عادة يعني ما بتضطر بقى انك انت يبقى عندك sufficient catchment area، والستورج بتاعك لازم يكبر علشان هو ده اللي هيبقى اعتماد الكلي عليه. فيبقى انت عندك تو باترنز، يا الا انت بتوفر رحلة او رحلتين لمصدر المياه، او لو انت معتمد عليها اعتماد كل. فطبعا ده بتظهر بقى يعني between two extremes، يعني ما بين الحل دوت والحل دوت، عندنا شوية factors او شوية عوامل بتأثر على الاختيار يعني او على الحالة اللي انت فيها. اول حاجة طبعا ال rainfall quantity، كمية المية اصلا اللي بتنزل لك قد ايه كمليمتر في per year، يعني ده اللي هو الاي يعني ال intensity بتاعتك، وهل في لوسز ولا هل ما فيش لوسز، كل الكلام ده انت بتفكر فيه. طيب الرينفول باترن، طيب هل انت عندك مثلا بتمطر مره واحده مثلا في شهر من الاشهر والباقي كله ما فيش، ولا هل انت بتمطر طول السنه، ولا هل انت مثلا عندك 3 4 اشهر بتمطر والباقي لا، كل الكلام ده لازم بتحطه في حسبانك وانت بتفكر في النظام بتاعك. طيب الكاتشمنت اريا المسطح بتاعك قد ايه، هل هو المسطح بتاعك ده الروف توب مثلا بتاعك، ولا انت عندك حته ارض تقدر تفرشها خرسانه وتجمع منها، لان طبعا كل ما بتكبر الاريا كل ما اكيد هتزيد معاك الكوانتيتي او كميات الميه اللي هتقدر تستخدمها. طيب الاستورج انت هتخزن الميه دي فين، لان مشكله الاستورج ده الموست اكسبنسيف كومبوننت اللي هو اغلى ما في المنظومه، فانت ده طبعا يبقى انت لازم تحسبه حساب ايه دقيق جدا وقوي جدا، وتبقى عارفه يعني تقدر تعمله ديزاين جيد، لان هو حاجه غاليه ولازم تشوف بقى الكميات المطر اللي هتنزل لك، وعلى الاريا اللي هتنزل لك مع الانتنسي المختلفه على مدار العام هتقدر تجمعها في قد ايه اللي يكفيك الاطول وقت ممكن. طيب الديلي كونسامشن، استهلاكات الناس بقى اللي انت هتغذي بيها المايه اللي انت جمعتها دي، هل هي استهلاكات عاليه ولا استهلاكات ضعيفه؟ طيب بعد ما عرفت استهلاك الفرد، طب انت عندك بقى كام فرد؟ هل انت عندك عايز تعمل منظومه تكفي 5 6 ولا 100 ولا 100 ولا 200، على حسب طبعا الاعداد اكيد الدنيا هتختلف معاك. واخر حاجه طبعا الكوست، طب تكلفه النظام ده بقى قد ايه اللي هتعمله، طبعا الحاجات دي بتبقى مكلفه بعض الشيء، مش حاجات رخيصه. طبعا احنا هنهتم بالروف توب كاتشمنت اللي هو انا بنجمع يعني ميه من على اسطح المنازل، فزي ما انتم شايفين دي الكومبوننتس المختلفه. اول حاجه الكاتشمنت او الاريا بتاعت الروف بتاعتك، الجتر، المواسير اللي هي المواسير العرضيه ديت اللي هي بتجمع الميه، والداون بايب الميه لما تبتدي ايه تنزل، عشان كده مسميها داون بايب. بعد كده عندي السكرين، بحط سكرين، وطبعا عندي ستورج، هحط
الستورج تانك بتاعي، وبعد كده الكونفينج اللي انا بقى هل انا بقى بحط طرمبه مثلا ملحقه بالستورج ده ولا علشان ابتدي اغذي بيها البيت، او ان انا هروي مثلا. فساعات انا كنت بجيب السؤال ده وتقول لك ارسم لي سكتش بسيط للكومبوننت، فانت هتقول لي انا عندي الكاتشمنت اللي هو الاريا يعني او الروف بتاعي، الجاتر والداون بايبس اللي هو البايبنج عامه، الفلاتر والفيرست فلاش. ايه حكايه الفيرست فلاش او الفلتر والسكرينز؟ يعني الفيرست فلاش ديت حتى من اسمها ان انا اول ما بينزل عندي المايه، انتوا عارفين بيبقى فيه شويه تراب شويه اوراق شجر بتاع، فبعمل حته الفيرست فلاش ده بيبقى زي ما انتوا شايفينه هو عباره عن كمية المية اللي أول ما المطر تنزل بروح أنا متخلص منها وما بدخلهاش التانك. ليه؟ بيبقى فيها شوية عقارة وسخة بتاع، فبتخلص منها، عشان كده بسميها فيرست فلاش باي باس، يعني ما باخدش المية دي، لا ده أنا بتخلص منها. طيب الكومبوننت الرابع اللي هو الستورج تانك، وآخر حاجة الكونفينج اللي هو نظام البومبنج بقى بتاعي، أنا هبتدي أنقل المية دي من الستورج بتاعي إزاي. الديزاين كونسيدريشنز لازم وانت بتيجي، خلاص احنا عارفين احنا دلوقتي احنا الكونسنتريشن بتاعنا او التركيز يعني بتاعنا على النظام الاولاني اللي هو الروف توب، فبيقول لك شويه ديزاين كونسيدريشن او احتياطات او يعني اعتبارات لازم تاخدها في بالك وانت بتعمل ديزاين. اكيد اكيد الروف بتاعك ما يكونش ايه الماتيريال بتاعته نون توكسيك، يعني غير سامه، ما تجيبليش بقى نظام هتفرش بيه السطح بتاعك يكون فيه سنة توكسيتي يعني سنة سموم يعني، فالمية تنزل على الماتيريال دي، تيجي انت تجمع المية وتشرب بيها اهلا وسهلا بيك وتموت يعني فرحتي. تاني حاجة بيقول لك لازم يكون سموث املس، يعني بحيث ان طبعا اللصص بتاعتك تقل، فكل المية اللي هتنزل تقدر تجيلك بسهولة. بعدين شوية بريكوشنز كمان بتعملها علشان ما دخلش اي ايه كونتامينيشن عندي، فبيقول لك يستحسن ما يكونش فيه اي اوفر هانجنج تريز، يعني ما يكونش فيه اي شجرة مغطية على الروف بتاعك. هو المية هتنزل بس هتنزل بعد ما تكون غسلت الايه الشجرة، فهتنزل بوساختها وبتاع وتاخد فترة طويلة في الفلاشنج يعني، او المية اللي هتتخلص منها في الاول. طب وعلى ايه؟ طب ما اشيل اي شجرة يعني عاملة مغطية عندي على الروف، ما يكونش فيه أي nesting of birds، يعني ما يكونش فيه عشش بقى طيور أو حاجة. ولازم بيقول لك برضو لازم الفيرست فلاش باي باس ده لازم تحطه حتى لو ما عندكش الحاجات دي برضو، علشان بيبقى ايه شوية أتربة متراكمة على السطح يعني أو حاجة. الجاتر اند يعني بعد بقى المواسير بتاعتك خلاص المايه نزلت ونزلتك في المواسير في الجاتر، وبعد كده الداون بايب لازم برضو بيقول لك لازم تحط لي ايه سكرين ورقه شجر بتاع برضو ايه تتحجز ما تنزلكش فيه الستورج بتاعك. لما جه بقى على الستورج قال لك لازم بتعمل له مان هول كفر، يعني بتعمل له غطا اكنه غطا مطبق يعني زي ما انتوا فاهمين. ايه غطا المطبخ ده؟ هستفاد منه ايه؟ علشان بني ادم يقدر يدخل جوه وينظفه من وقت لوقت ويعني يتاكد من ايه من نظافته. بعد كده التاب والفاسد ديت اللي هو الحنفيات، يعني بيقول لك عاده ما الحنفيه بتحطها 10 سنتي فوق القاع، يعني لو انا عندي ده الستورج بتاعك فما جيش انا احط الحنفيه لا تحت خالص، لا ده يقول لك لازم تحطها 10 سم. طب ليه الكلام ده؟ علشان اكيد الكواليتي بتاعت المايه، مع انك انت عامل فيرست فلاش وعامل سكرينز وبتاع وفلاتر وكده، برضه هتلاقي في شويه عقاره وشويه سيدمنت كوم تراكمه، فانت تاخد من 10 سم كده من فوق المايه بتاعتك بحيث تضمن ان ما تكونش خدت ايه العقاره ديت. وطيب العقاره اللي تحت دي او السيدمنت اللي هيرص ده هتعمل ايه؟ طبعا من المنهول اللي فوق او المنهول اوبننج اللي فوق هتنزل بني ادم ينزل ينظف الكلام ده كل شوية عشان تحافظ طبعا على الكواليتي اوف ووتر او جودة المية بتاعتك. كميات المية او السبلاي بقى بتاعي عبارة عن ايه؟ القانون اللي انتوا عارفينه سي اي اي، الكيو بتساوي سي اي اي، السي ده الران اوف كوفيشنت، الاي هي الاريا، الاي هي الايه انتنسيتي، وطبعا القانون ده مش غريب عليكم كلنا ايه عارفينه وحافظينه. طيب
الحاجة بس الوحيدة الجديدة يعني بالنسبة لنا هي الاريا. انت عارفين الاريا هي المسطح المائي، المسطح هينزل عليه ايه الماء. فبيقول لك لو انت عندك الروف زي ما انتوا شايفين ايه بهذا الميل، فقال لك لا انت بتاخد الفوت برينت بتاعه. يعني ايه؟ يعني اكيد انا بشوف من فوق كده، فانا باخد ايه هو طول وعرض زي ما انتوا شايفين في الرسم، ال ال في الايه الويتس. بنسى بقى موضوع الميول دي ايه خالص، ما باخدش في اعتبار. دي بعض الاشكال اللي عندنا للاسطح المختلفه، الا مثلا عندي فلات حاجه مسطحه، او طبعا الدبل بيتش روف اللي هو في اتجاهين، او سنجل بيتش روف في اتجاه واحد، او الهيب اللي هو بيبقى في هذا في اربع اتجاهات يعني، او التنت اللي هو بيبقى بهذا الشكل. فطبعا الاشكال مختلفه لاسطح الايه البيوت. السيهات طبعا على حسب الماتيريال، عندنا السي بتتراوح بقى من 0.9 اللي هي بتعكس كل الميه او بتجيب يعني كل الميه، تنزل لغايه ما 0.2 كمان. طبعا انت المفضل انك انت لو انت هتعتمد على النظام ده تستخدم اهني ماتيريال، اكيد تستخدم الايه زي اللي هو الجي اي شيتس ديت اللي هي بتعكس معظم الميه، والكواليتي بتاعت الميه جيده، الكوفيشنت او السي بتاعتك بيوصل لايه ل 0.9. بالنسبه للاستورج زي ما انتوا فاكرين الاستورج هو ايه اغلى ما في الايه في الموضوع، عشان كده هتلاقي الديزاين بتاعه هو ده اللي هنهتم بيه، هو ده اللي هنعمل له يعني ديزاين. هو بيقول لك يا الا بيبقى اندر جراوند تانك او جراوند تانك، بيبقى على يعني يا الا انا فوق سطح الارض بخزن فوق سطح الارض التانك، او بخزن تحت. طبعا بيفرق بقى على ايه، بيفرق على الفلوس المتوفره معاك، هل ينفع تعمل حاجة فوق ولا حاجة تحت، السبيس المساحات، الماتيريال اللي هتقدر تجيبها، الجراوند كونديشن او طبيعة التربة نفسها. بيبقى شوية عوامل انت بقى ساعتها بتختار انت عايز تخزن فوق ولا تحت. طيب لو انا حبيت اسأل سؤال، لو انا عندي منطقة مطيرة جدا يعني اكن مثلا المطر بتاعي كل شهر، وعندي منطقة تانية المطر بتاعي مثلا هو في 3 اشهر، تتوقع يكون التانك بتاعك اكبر في انهي واحده؟ المنطقه المطيره اللي بتمطر كل يوم او كل شهر، ولا المنطقه اللي عندها مثلا 3 4 اشهر بس بتمطر؟ تمام، هو فعلا توقعك كان سليم ان هو اكيد المطر لو كان نادر او يعني كان في سيزون واحد والباقي جاف، فاكيد انا محتاج ان انا اكبر السعه التخزينيه بتاعتي علشان يقدر يكفيني اطول فتره ممكنه. بالنسبه لو منطقه مطيره على طول، فاكيد انا محتاج التانك بتاعي يبقى اصغر. يعني في الاخر هنا بيقول لك مفيش حاجه اسمها يونيفرسال ايديال تانك ديزاين، يعني مفيش تروح للراجل تقول له انا عايز والله تانك لرين ووتر هارفستنج، لا هو بيعتمد على عوامل كتيره زي اللي احنا اتكلمنا فيها. فانت اللي هتصمم التانك دوت، وانت اللي تقول السايز بتاعه اللي محتاجه. ده الشكل بتاعنا زي ما انتم شايفين، ده الروف اهو بيجمع، ده الكاتشمنت يعني بتاعي هيجمع ميه على الجتر اللي هو بيبقى هذا الشكل، وبعدين داون بايب. اول حاجه عندي الفيرست فلاش دي كميه الميه اللي انا بتخلص منها في الاول، وبعد كده بينزل على الستورج. وزي ما انتم شايفين المفروض بيبقى عندي الماسوره، يمكن مش واضحه هنا، بس الماسوره ما بتبقاش في القاع، الماسوره بتبقى اعلى من القاع مثلا في حدود 10 سم. وطبعا دي الفتحه اللي من فوق اللي يقدر ينزل علشان ينظف التانك. دي بقى شويه سلايدز كده اتفرجوا على الاشكال المختلفه في الدول المختلفه اللي عملوها زي هذا الشكل، او حاجه سيمبل خالص زي دوت، حاجه ابسط وابسط ده زي هنا كان في اوغندا عباره عن معمول من طوب، او حتى ده في كينيا ما يعني ما فيش حتى ده شويه طمي يعني حطوا على شويه خوص، برضو ده في اوغندا ما في يعني حاجات بسيطه جدا. هنا بقى شوية أشكال للأندر جراوند، ده في سريلانكا. هنا بقى نبتدي بقى نتجه للدول المتقدمة شوية، هتلاقي الأشكال يعني أحسن شوية، ده في أمريكا في هاواي، ده في أمريكا برضو أظن
أشكال بقى إيه كبيرة منظمة أكثر يعني. زي ما أنتوا عارفين إحنا اهتمامنا بدراسة في الجزء دوت إن إحنا إزاي نعمل ديزاين للستورج تانك، لأن هو طبعا هو دوت الإيه ده اللي هيحدد لي أو ده أكتر حاجة إكسبنسيف أو أغلى حاجة، فطبعا لازم إن أنا أعمل له دراسة دقيقة علشان أقدر أحسب الفوليوم بتاعه. هو أنا عندنا طريقتين يعني بساط. الطريقة الأولى اللي هو الستورج ريكوايرد فور دراي بيريود، يعني أنا عندي عدد مستهلكين وأنا عارف إن أنا أطول فترة غير ممطرة من طبعا دراسات الجوية يعني الكلايمت كونديشنز بتاعتي، عارف مثلا إن أنا أطول فترة عندي شهر شهرين، يبقى أنا إذا أنا هعمل ستورج تانك اللي يكفيني الشهرين دولت. طبعا ده بمعلومية إيه؟ بمعلومية إن أنا هقدر أحوش في الأشهر اللي قبلها كمية المياه دي. فعلى سبيل المثال هنا بيقول لك لو أنا عندي هاوس هولد يعني بيت يعني في 5 أشخاص، الشخص الواحد تقريبا في اليوم بيستخرج 20 لتر كابيتا بير داي، وقال لك اللونج دراي بيريود 30 يوم، فبيقول لك احسب الستورج يعني. فقال لك خلاص يبقى هو عبارة عن أنا عندي 5 أشخاص في استهلاك 20 30 يوم، يبقى أنا محتاج إيه 3000 لتر أو 3 متر يعني. هو ده دي أبسط طريقة لحساب الستورج. طبعا انتوا اكيد في بالكو يعني قلت خلاص يبقى هو اكيد الطريقة دي ايه مش هيسأل عليها يعني، ده شيء يعني بديهي بالنسبة لكم. طيب الطريقة التانية based on rainfall and water بقى demand pattern، يبقى انا عندي بقى pattern، انا عندي استهلاكات مختلفة او ممكن يبقى لها كمان استهلاك مختلف على مدار العام، وعندي كمان السبلاي بتاعي مختلف يعني في اشهر بتمطر قوي واشهر بتمطر قليل اشهر ما بتمطرش خالص. عشان كده بنحسبه بطريقه اسمها الماس كيرف تكنيك، الماس كيرف تكنيك. طيب ما تيجي نشوف الطريقه ديت، هي طريقه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. الاكزامبل بتاعها بيقول لك كالكوليت ذا سايز اوف ستورج تانك ريكوايرد فور ا سكول، هنا عايز يعمل نظام لمدرسه فيها 65 طالب وخمس ستاف يعني 5 مدرسين يعني، والافريج ووتر كونسومشن 5 لتر بير دي. اداك شويه بقى بيانات، الروف اريا عندي 200 متر، الكوفيشنت ال سي بتاعي 0.9، وادالك هنشوفه دلوقتي الرين فول باترن في الصفحه يعني في السلايد اللي بعده، فهنشوف هنحلها ازاي. طيب اول حاجه انا بيبقى عندي عايز احسب ديماند وعايز احسب سبلاي. الديماند عباره عن ايه؟ قال لك 65 طالب زائد ال5 مدرسين، استهلاك الفرد كام؟ 5 لتر بير داي، في 5 يبقى انا عندي كام؟ 350 لتر في اليوم لو حسبتها يعني بالمتر بقى، وفي الشهر يبقى انا عندي الافريج مانثلي ديماند عبارة عن كام؟ 10.65 متر مكعب في الشهر. طيب لغاية دلوقتي انا ما عنديش مشكلة، ده الديماند ده الطلب. ده كان الباترن بتاعي مديلي عبارة عن باترن زي ما انتم شايفين أشهر السنة المختلفة وبتمطر كام يوم في الشهر دوت زي ما انتم شايفين. حتى في عندنا شهر مثلا سبتمبر واقع خالص ما فيهوش ايه ما فيهوش مطر خالص، ده باترن بتاع المطر. طيب مفيش مشكلة، هاجي هرص أول حاجة هعمل الأشهر بتاعتي الرين فول بتاعتي وده معطى. طيب الهارفستد الرينفول، طيب كميات المية اللي انا هقدر اعملها هارفستنج عبارة عن ايه؟ تمام عبارة عن سي اي اي. طيب السي عندي 0.9، الاي هو مديها لي اهي، وعندي الاي الاريا اللي هي كانت ب 200، وما تنساش ان عندك ده بالملي فانت لازم ايه عشان تحوله لمتر تقسمه على 1000، فهتلاقي انا عندي لو على اول مثال يعني سي 0.9 120 على 1000 اللي هي 120 ملي على 1000 في 200 يداني كام؟ 21.6 متر مكعب، ده في ايه؟ في يناير. هكمل الكلام ده ايه؟ كله لكل السنه. طيب الديماند، هل انا الديماند في المساله دي كان عندي مختلف؟ قال لك لا ما عنديش مختلف ولا اي حاجه، كان هو ال 10.65 على مدار السنه. طيب قبل كده فاكرين كنا بنعمل ايه؟ كنا بنطرح
ده من ده ونجيب الايه اعلى فرق، صح؟ هنا الدنيا ايه مختلفة شوية، هنا بجيب حاجة اسمها بقى cumulative rainfall وcumulative demand. يعني ايه cumulative؟ يعني تراكمي. فاول شهر عبارة عن ايه اللي هو 21.6، تمام. طب الشهر اللي بعده اللي هو دوت هيبقى عبارة عن 21.6 زائد مين؟ زائد 16.2، هيديني 37.8. طيب الشهر مارس عبارة عن 37.8 زائد مين؟ زائد ال 12.6، وهكذا لغاية ما ايه اخلص كوميوليتيف، يعني كل شهر بجمع الاشهر اللي قبل. هقدر اعمل برضو كوميوليتيف للايه؟ للديماند. نفس الكلام، اول شهر هيبقى ال 10.65، اللي بعدها 10.65 زائد 10.65، عشان ليه؟ عشان انا عندي الديماند كله رقم ثابت لغايه ما اجيب الايه كله كيوميوليتيف. هنا هتعمل ايه؟ هنا هتروح طارح الكيوميوليتيف بتاع الهارفستنج ناقص الكيوميوليتيف بتاع الايه الديماند، هطرح ده من ده. يعني لو انا بسمي ده جدول او كولوم واحد وده كولوم اتنين، هعمل هنا ايه؟ هعمل واحد ناقص اتنين. طيب واحد ناقص اتنين، وما تنساش ان يبقى بالايه بالاشارة بتاعته. طيب هتطرح 21.6 ناقص 10.65 تطلع لك كام؟ 10.95. طيب 37.8 ناقص 21.3 تطلع لك 16.5، هتكمل الكلام ده كله. طيب احنا كل دوت بنجهز عشان نجيب ايه؟ نجيب الاستورج. طيب قال لك الاستورج عبارة عن ايه؟ عبارة عن الماكسيمم ناقص المينيمم، ماكسيمم ناقص الايه المينيمم بس كوميوليتيف، يعني 29.4 اللي هو الماكسيمم، واقل حاجه عندي كام؟ اقل حاجه كانت عندي صفر، يبقى ناقص كام؟ ناقص صفر، هيطلع لك كام؟ 29.4. لو انا بقول لك قرب لي على اقرب متر، يبقى هتاخد 30 متر مكعب، يبقى انا عندي 30 متر مكعب الستورج بتاعي. طبعا ده لو انت الناس اللي بتحل بالرسم، وبيقول لك ان هو انت بتجيب الايه الكوميوليتيف الماكسيمم ناقص الايه المينيمم بتاعك، علشان كده بيطلع لك الحجم المفروض. ده بالايه بالماس كيرف ميثود. طيب شوف برضو على نفس المساله بس باتر مختلف هنا، حتى ايه عندي كذا شهر ناقص، فزي ما انتم شايفين لو عندي كذا شهر ناقص، تفتكر انت قبل ما ندخل لحل المساله تفتكر كمية المية هتطلع، سوري كمية أو حجم التانك هيطلع أكبر ولا أصغر؟ المرة اللي فاتت كان طلع لنا كام؟ كان طلع 30 متر مكعب، وكان عندي كام شهر بس ناقص؟ كان عندي شهر واحد. لكن في الحالة اللي عندي كذا شهر، أنا عندي كام واحد؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، عندي 5 أشهر ميسنج، مفيش مطرة فيهم. فأنا متوقع إن كمية أو الحجم اللي عندي يطلع إيه، أكبر ولا أقل؟ تمام، هيطلع لازم يطلع ايه اكبر عشان اقدر اكفي الفترة الزمنية دي. طيب خلينا نشوف نفس طريقة الحل. انا عندي ده الاشهر بتاعتي، عندي ده الرينفول، اقدر اجيب الرينفول هارفستنج بطريقة ال CIA المشهورة. طيب الوتر ديماند كان عندي ثابت، بعد كده هجيب كوميوليتيف رينفول هارفستد اللي هو بجمع ده هحطه هنا، وبعدين التاني عبارة عن ايه؟ عبارة عن 18 زائد 21، ده عبارة عن ايه؟ 18 برضو زائد 39.6، لغاية ما انزل هجيب برضو الكيوميوليتيف ديماند بتاعي، هجمع الديماندات بتاعتي. طيب وبعد كده هجيب الديفرنس. طيب احنا قلنا ايه؟ هو ماكسيمم ناقص المينيمم. طب هنا من الجدول هنا عندي اكبر حاجة ايه؟ اكبر حاجة كانت 35. طب واقل حاجة ايه؟ اللي هو المينيمم بتاعي ناقص 18.3. طيب هطرح ده من ده بعلامته، فقال لك يبقى انا عندي 35.7 ناقص المينيمم كام؟ سالب 18.3، هيطلع لي كام؟ 54. يبقى احنا زي ما توقعنا طلع الايه؟ طلع كمية المطر بتاعتي، او سوري كمية الحجم التانكي بتاعي اكبر عشان عندي عدد اشهر كبير، او هو كان هنا 5 اشهر مفيش فيهم مطر. افرض انا بقى بقول لك هات لي الريلابيلتي بتاعتي، فاكرين الريلابيلتي زي ما خدناها قبل كده، يبقى انت هنا محتاج تضيف ايه؟ كام جدول؟ ارجع للمحاضرة اللي قبلها
وشوف نعمل ايه، نشوف هفترض مثلا عندي التانك فاضي، ببتدي اشوف الاستورج بتاعي قد ايه، وبعدي بعد كده بعمل سكسس تمام، اللي هو لو في ميه هديله واحد، لو مفيش ميه هديله صفر، وبعدين الريلابيليتي اللي هي الافريج بتاع السكسس. الكلام ده لسه واخدينه في المحاضرة اللي فاتت، ارجع وراجع عليه. يعني احنا كنا مستخدمين طريقة أخرى لحساب التانك، لكن فكرة إن أنا أحسب الريلابيليتي هي هي ثابتة. ماشي يا شباب، وبالتوفيق إن شاء الله في الامتحان. السلام عليكم.